إذن وياي أعزائي طلبة، اسم الكتاب هو Better English Pronunciation. من يقدر يعيد للناطق عيني بلا زحمة عليكم، مو مشكلة، حتى إذا كان نطقك مو قوي مو مشكلة، تعلم. Pronunciation هذا هو اسم الكتاب. Better English Pronunciation. اسم المؤلف جودي أوكورنر، جي دي أوكورنر، هذا اختصاره يعني. هذا هو اسم المؤلف، مؤلف إنجليزي مو عربي، مؤلف كتب أجنبي، كتاب أجنبي، هذا مو كتاب عربي. اسم الكتاب Better English Pronunciation، المؤلف اسمه جي دي أوكورنر، جي دي أوكورنر، هذا هو اسم المؤلف. الكتاب انجليزي. لا تنسون تشاركون الرابط، عيني رابط القناة ورابط البث، شاركوه حتى نقدر ان شاء الله نفيد اكبر عدد ممكن. الدورة هذه مجانا حتى تستفادون من عدها. زين، هسه راح نجي على اسم الكتاب باللغة العربية. الكتاب يسمونه الصوت، او يسمونه الفوناتيك، الصوت او الفوناتيك، اكتبه يمك حتى لو بالعربي، الصوت او الفوناتيك، او الى اسم اخر التلفظ، يسمونه بعض الاحيان التلفظ، صوت او الفوناتيك او التلفظ، هذا هو اسمائه، هذا يسمونه بالعربي. زين، هذا الكتاب طلاب نعيني مؤلف من جامعة كامبريدج، مؤلف من جامعة كامبريدج. إذن المؤلف والموزع الرئيسي بالعالم هو جامعة كامبريدج. هذا الكتاب يتدرس بأغلب الجامعات العالمية وجامعات العربية، وكل جامعات العراقية تدرس هذا الكتاب. اسم الكتاب مثل ما ذكرنا، لا تنسى اسمه Better English Pronunciation، المؤلف هو جودي أوكورنر. زين، هذا الكتاب طبعا بعدة فصول. هذا هو الفصل الأول اللي هو مشاكل النطق. الفصل الثاني اللي هو أعضاء النطق، اللي هو اللسان، تعريف اللسان وتعريف الشفتين وإلى آخره. الفصل الثالث هي الأصوات الكونسننت. الفصل الرابع وإلى آخره. أنتوا بالفصل يعني مرحلتكم ما راح تدرسون غير بس الفصل الأول والثاني والثالث، لو تكملونه لو ما تكملونه. يعني راح تدرسون إن شاء الله بكتاب الصوت بس مجرد فصلين ثلاثة بالزايد، هذا بالفصل الأول، هذا هو بالفصل الأول. زين، هسه راح سؤال آخر، شنو اللي ندرسه بهاي المادة؟ طبعا اللي تدرسه بهاي المادة شلون تنطق صحيح، أعضاء النطق، شلون تنطق، أشكال الكلام، يعني تعريف اللسان، أنواع حالات اللسان، الرموز الصوتية، الفاء والفاء، رسم صوتي، هذه الأمور كليتها راح ندرسها بمادة الصوت، راح ندرسها بمادة الصوت، يعني أمور أساسية حتى تخليك تقدر تنطق نطق صحيح باللغة الإنجليزية. زين، هسه أريد أسألكم، أحد داوم بالجامعة، أحد راح للجامعة، أحد أخذ من عندكم؟ نعم أستاذ، أخذنا الفصل الثاني في الأردن. هنا فاطمة، يا جامعة أنتو؟ جامعة ميسان. طبعاً جامعة ميسان مبلشين من الشابتر الثاني اللي هو الـ Organs of Speech، أعضاء النطق. هذه وينه؟ هذا وينه؟ الـ Speech Organs أو الـ Organs of Speech، أعضاء النطق، ذين وينهم؟ هذا وين أعضاء النطق اللي هي الحبال الصوتية وسقف الحلق والأسنان، راح نعرفهن ونشوفهن شلون يشتغلن. أستاذ؟ نعم استاذ، هاي بالبدايه هاي الوصف يعني مو مهمه؟ لا، هذا حسب الجامعه طلاب، هي هاي الجامعه شويه امور الجامعه تختلف. اكو جامعات يقول لك انا ما اريد الفصل الاول، اريد بس الفصل الثاني. استاذ مهمه هاي الوصف يعني كلش مهم؟ لا مو بكيفك، مو بكيفك علاوي، حسب الجامعه، حسب الاستاذ، حسب استاذ الجامعه. اكو استاذ يقول لك مهمات اريدهن، اكو استاذ يقول لك ما اريدهن، بس احنا ان شاء الله راح ندرس على المنهج، احنا راح ندرس على الكتاب، شكو شيء بالكتاب راح ناخذه، نخليك السيطر المادة، وهاي الدورة مجانا، ما ناخذ من عندكم لا فلوس ولا شيء. هسه اشيدك دكتور حبيبي، الله يبارك بيكم. عين، واحنا بالنسبة ان اكو بيكم يعرفني اكيد، اكو بيكم احتمال ما يعرفني، انا بالنسبة لي يمكن مواد المرحلة الاولى ماكو شيء ما شارح بيها على اليوتيوب، ما اكو مادة ما شارحها باليوتيوب، شتي تريد راح تلقى.
زين عيني، وراح نسوي لكم دوره مباشره على هذا البرنامج، راح نسوي لكم دوره مباشره على هذا البرنامج. هسه ان شاء الله صارت الاليه واضحه، احد عنده سؤال، احد عنده استفسار، لان احنا ان شاء الله راح نبلش هذا الاسبوع ناخذ باليوم محاضرتين ثلاثه. بس انا حقيقه اطلب من عندكم شغله واحده، حاليا اللي على جوجل ميت هو عدد قليل جدا، يعني ما يتجاوزون 50 طالب، يعني 50 طالب راح يصفون حدود 20 طالب. فاحنا نريد همتكم ونريد مشاركاتكم وتبلغون اصدقائكم بانه اكو دوره صوت تفتح مجانا عن طريق هذا الرابط، ترسلون الرابط لزملائكم خلي ينضمون ونبلش وياكم. احنا ما راح نبدا اليوم، اليوم شرحنا بس مقدمه عن الماده وشرحنا لكم شنو هي الماده بشكل عام. تابعوا ويانا واول باول راح نسوي لكم ان شاء الله 3 محاضرات بالاسبوع راح نسوي لكم اياها الاحد والثلاثاء والخميس بالليل ان شاء الله. السلام عليكم دكتورنا نزيل. وعليكم السلام. ممكن تحجز الوقت عفوا دكتورنا؟ ان شاء الله الوقت راح يكون بالتسعة. تمام بالتسعة ان شاء الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. دكتورنا الحضور كم يوم ما عدت جدول؟ احنا الاحد والثلاثاء والخميس، الاحد والثلاثاء والخميس 3 ايام بالاسبوع. حضوري هذا الوقت الكتروني فقط، الكتروني بالتسعة بالليل. والحضوري احنا دوراتنا كلها اونلاين، لان انت ما عندك وقت تروح تدخل حضوري، انت عندك دوام بالجامعة. جيد جيد دكتور ان شاء الله. بس اللي ريده من عندكم يا طلابنا الاعزاء تشاركون هذا الفيديوهات، الروابط تدزونها لزملائكم حتى ان شاء الله يدخلون ويصير العدد جيد. اذا صار العدد جيد ان شاء الله راح نبدي وياكم بداية جيدة، وصدقوني راح اسوي لكم امتحانات، راح اسوي لكم امتحانات ايضا، امتحانات هم راح نسوي لكم. فما راح تعاني من هاي المادة، المادة ساعة بالتسعة الاحد والثلاثاء والخميس، الاحد والثلاثاء ساعة تسعة بالليل. حلو دكتور. نعم نمشي على المنهج، نمشي على المنهج، المنهج مال الكتاب الرئيسي. زين عيني. نعم دكتور ان شاء الله. العفو الكتاب ندبرها يعني جامعة الطينة؟ حسب الجامعات والله، اكو بيهم يوزعون اكو بيهم ما يوزعون، يعني حسب. بس ما جبت كتب من طالب مرحلة ثانية. حسب، اكو جامعات توزع واكو جامعات انت لازم تشتري. بس اكو طلاب جاي يسألون على المادة بالنسبة للكتاب، اكو بي دي اف موجود بالقناة توقع مو استاذ موجود؟ هسه راح انزلكم الملف. نزله حتى طلاب يعني اذا استاذك انطاك ملاحظة اضافية، انطاك سؤال اضافي، فانت اقراه مو مشكلة، فانت اقراها مو مشكلة. وايضا ان شاء الله حياكم الله، وايضا احنا راح نسوي لكم امتحانات ونمتحنكم بالماده يعني بين فتره وفتره حتى نسهل لكم عمليه الحفظ. العفو استاذ تسمعني؟ تفضل عيني. لا بها مجال تقدر تشرحنا شوي البي بي سي، يعني شوي تحدث عنها. اي لهجه البي بي سي هاي سهله ما بها اي شيء. هذه هسه شوفوا طلاب عيني، احنا اليوم ما راح ندرس، بس مجرد مقدمة عن الكتاب لهجة البي